دنيا دنيا بوتازوت كنحترمها كممثلة. ممثلة قدرت انها تحقق ذاتها وتبين الاسم ديالها في واحد الوقت وجيز، وفقط ما زعما ما عمر بيني وبينها ما جمعت بيني وبينها شي علاقة، ولا ربما عمل، ولا لا مع الأسف. دنيا بوطازوت ممثلة زوينة، ممثلة زوينة في المستوى، وكنحترمها، وعندها داك الحس الفكاهي خطير اللي لحد الآن ما كاينه حتى شي وحدة طلعت في بلاصتها. الغياب ديالها انا ما كنسميهش غياب، غياب ديال دنيا بوطازوت ماشي غياب، فوالا، لان انا حطيت راسي في بلاصتها. انا طرالي نفسي سيده تزوجات الله يكمل عليها بالخير، وهي دابا حامله كتنتظر ربما مولود او لا مولوده، الله يكمل عليها بالخير، الله ان شاء الله يفك اسرها على خير، وباذن الله كنتمنى انها ترجع لنا ان شاء الله للساحه الفنيه، وترجع لنا دنيا بوطازوت اللي كنا كنشوفوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.